وينضم إلينا من العراق الأستاذ نبيل العزاوي الكاتب الصحفي. أستاذ نبيل، تحياتي لحضرتك. يعني أسألك أولا عن أهمية انعقاد هذا المؤتمر، مؤتمر القاهرة للسلام، في هذا التوقيت بهذا التواجد القوي من قبل القادة العرب أو الأجانب به. شكرا جزيلا. أكيد التوقيت مهم جدا، خصوصا أن الرئيس السيسي قد كان من أول يوم هذه المجازر التي حصلت في فلسطين كان هو لاعبا أساسيا ولاعبا مهما في إيجاد المخرج، وهذا المخرج يمكن أن يكون مخرجا مستدام وليس مخرجا وقتيا. لذلك الكل كان يراقب هذه القمة التي دعا إليها الرئيس المصري، وكانت بعالية المستوى، وكان كل القادة يعتقدون بأنه لا مخرج إلا بأن يكون هناك سلام مستدام. لذلك لا يعني كانت هنالك في القمة كلمات ويعني جمل مهمة، من اهمها قضيه رئيس السلطه الفلسطينيه والرئيس المصري والعاهل الاردني والرئيس العراقي ورئيس الوزراء العراقي بانه لا حل لهذه القضيه عن طريق. نعم، يعني استاذ نبيل، دعني اسالك تحديدا عن كلمه رئيس الوزراء العراقي الاستاذ محمد شياع السوداني، الذي القى كلمه قويه كانت من اقوى الكلمات التي القيت في هذه القمه. اشار الى عده نقاط مهمه، ربما هو ادانته المباشره الى ما يحدث في قطاع غزه من استهداف المدنيين والمستشفيات والمساجد والكنائس. برايك اهم ما جاء في كلمه الاستاذ نبيل استاذ عفوا محمد شياع السوداني رئيس حكومه العراق؟ ابرز ما جاء هو اكيد هو الاستنكار والادانه، ولا يمكن السكوت والتفرج على هذه المجازر التي تحصل، هذا اولا. ثانيا هو صرخ الى قضيه جدا مهمه بانشاء صندوق عاجل للمساعدات ولاعاده اعمار غزه، والعراق اول المساهمين، ويمكن ان تكون ويكون هذا جزءا يقدم للشعب الفلسطيني. ثالثا اتطرق الى قضيه مهمه جدا بانه هنالك علاقه حقيقيه ما بين الكل وما بين فلسطين، ولا يمكن ان نخرج بانصاف الامور الا ان تكون هنالك امورا حقيقيه، ولا يمكن ان تكون الا حلولا مستدامه بان تكون هنالك حلا عادلا للقضيه الفلسطينيه. كذلك اعتقد ان الشعب العراقي والشعوب العربيه كلها متماهيه مع القاده بان يكون هنالك حلا. لا يمكن السكوت على هذه المجازر التي تحصل، لا يمكن ان نبقى ان نتفرج على هذه الامور دون ان يكون تدخلا. الشيء المهم والمتغير في هذه القضيه بان الرئيس المصري دائما يحاول ان يرعى هكذا مؤتمرات، واعتقد ان مخرجات ستكون خلال الساعات القليله القادمه، خصوصا انه هنالك ان لا ننسى متغيرا قد حصل اليوم، فتح معبر رفح ولو كانت هنالك شاحنات هي قليله، ولكن مجرد ان يفتح المعبر انا اعتقد انه في الايام القليله القادمه ستكون هنالك استدامه لهذه القوافل، ويمكن ان نرى هنالك ضوءا، ويمكن ان نرى هنالك هدنه، ويمكن ان نرى حلا خلال الايام او الساعات القليله القادمه. نعم، اشكرا جزيل الشكر الاستاذ نبيل العزاوي الكاتب الصحفي من العراق.